يا 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 ويل يا ويل انا جيت نورت البيت قم فز وط البيز يا ولد وعليلي البيت سمعني صوت عيال وسقفة وحبة زغريت انا الكبير هو الكبير هو الكبير فلوس وسلاح وسطوة وجيش 3000 غفير اقوى 100 مره من الدب وصوتي صوت زئير شموخ الصقر في السما زكأت على بمكير اخلط كل ده كوكتيل يطلع لك الكبير كوكتيل خطير كوكتيل خطير رضعت في طفل ان الناقة مش بودرة وعصير عشان كده طالع عصب ناشف شرس خطير لعيب بلاي ستيشن احرف من اي ود صغير او كان كبير او كان كبير كفاءة احكم اي شعب مهما كان كتير مهما كانت صفاته كان غني او كان فقير مهما كان علامة جاهل او خريج فرير يطيع الكبير يتكون محذوف في بطن بير Objection. 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 Yeah. Loves the cake and I'll be then your older please just give yourself a break you can't even battle me 101 Mr. Fake my rap is like an ocean while your rap is like a lake كلمني لو تسمح بالعربي بس يا ولد ابوي وما تقلدش امينيم 50 سنت وسول جابوي تعرف لو كان الراب كيف الكلاب انواع يا اخوي كلبي يبقى بيتبول كلبك بلدي واسمه روي اسمع يا كبير اسمع انت واقفل خشمك واخشع فروسيه نكسب في الحديد هرفع الكلمه بترفع نوي تقدر تكسب تحدي معايا مهما تصنع حتى في تحدي الراب بعد الكبير ما حدش يسمع طعم التفاحه بعد الشوكولاته ماسخ ما ينفع ما ينفع جزرة وقطمها جحش يا ويل ايوه يا حاج عويس انا خلصت الورق كله مع المحامي ما نقصش غير على الامبر يا كبير يا كبير لا احنا قلنا متر الارض بروح 100 جنيه يا كبير اسمع انت عارف انت مقامك كبير انت عارف انت مقامك كبير عندي قد ايه اسمعني انت زي المرحوم ابوي الله يرحمه شوف انت جيب الرجاله وتعال نقعد قاعده حلوه كده يوم الخميس وان شاء الله اللي فيه خير حيقدم ربنا يعني ما السلام عليكم يا كبير بقى انا بكلم الراجل اللي هيشتري مني الارض اللي طلعان عين امي عشان اعرف ابيعها وانت عم تنططي لي كيف القرده عايزه ايه حزر فزر سمي مين اللي جاي النهارده هيكون مين يعني سانتا كلوز الحجه سمنته الحجه سمنته مين الحجه سمنته بقي معقول ما اعرفها شيء لا يعني متذكر الاسم بس مش مركب على شكل الحجة سمنتة يا كبير أمك أمي ده بين المرار هيبقى طافح صح أستر يا رب أستر يا رب في حاجة يا كبير وانت مالك يا راجل انت لا أصلا أنا شايفك مش على بعضك بح وانا باين عليها قلقان للدردة دي ما تقلقش يا كبير الست سمنتة دي زي العسل بح تعرفها منين يا رجل انت؟ شفتها فين قبل كده؟ ما شفتهاش يا كبير انا عارفها من كلام الكبير قوي عنها كان بيقول عليها واحدة ست زي الكريمة اللباني قشطة هي مين دي اللي زي القشطة يا رجل يا خرفان انت؟ انا مش صالح يا كبير الكبير قوي هو اللي كان بيقول كده ايوه وقعد الفقع في الرجل عشان ميت عندي منين دلوك اخفى من وشي طيب انا روح عند الناس الطيبين دول تعال يا سام هو ده الدوار يا ستي Of course I know it بس انا عجبني الستايل الجديد اللي عملتوه فيه
انتوا ناويين تعملوا تشاينيز كورنر وجابانيز كورنر فوق؟ نايس ايديا، انا ما فكرتش في كده بصراحه. احنا دلوقتي قاسمين نصين، نصي انا والنص بتاع الكبير ده بقى سيبني انا هعرف الكبير لوحدي. اوكي انت الكبير. ايه الحلاوه والطول ده؟ انبيليفبل، يو ريلي سو هانسم. مش ده يا سام اللي بعديه؟ اوكي انت امور برضو، انا ما كنتش بجاملك. ابني هاو كيوت يو ار، كيوتي يوتي. حلويت كده ازاي يا جماعه؟ مش هتصدقوا، ده كان نازل ابشع طفل في الحياه بشنب وحواجب. But I like your new style of شنب and حواجب. Oh thank you God, thank you so much. حققت لي الأمنية دي، أنا ما كنتش فاكرة إني هشوفه طول عمري. إزيك يا حبيبي؟ إيه ده، هو ما بيكلمش ولا إيه؟ هو في حاجة؟ لا يا سام، ده بيجعر بس تلاقي بطاريته فادت ولا حاجة. ومين الحلوة دي؟ دي مراته هدية. هدية، ازيك؟ ايه اخباراتك؟ الحمد لله يا حماتي. No way جابر، I miss you so much. انت عجزت ولا ايه؟ تصوروا يا جماعة، هو اللي شهد على جوازي من الكبير قوي. سام I miss you. Ashley darling gorgeous. مزاريتا did you so well. بس ايه الحبوب اللي طالعالك في وشك دي؟ سام انت برضو؟ هو انت وراه على طول على طول؟ يا جماعة مش هتصدقوا، حتى في امريكا كان قاعد عندنا على طول في البيت. جوني كام داون سام، كام داون، دي طبيعة بني ادم، هو لازقة بطبيعته. بهزر معاك بهزر. يلا بينا نطلع الأوضة تاخدي شاور بتاعك. يلا اطلعي اوضتي. جابر خد شرطها وطلعها اوضتي. اوضتك ليه؟ الستايل بتاعها هو اللي هيعجبك. بصي الستايل هنا عامل ازاي وبصي الستايل عندهم عامل ازاي. لا انا عايزة اطلع اوضتي الكبير قوي. لا اوضتي الكبير قوي لا. ايه ده بيتكلم اهو. محدش هيبيت في اوضتي الكبير قوي واصل. جزرة وقطمها جحش. انا مش اي حد، انا كنت مرات ومامتك انت كمان. أنا قصدي يعني علشان الأوضة مقفولة بقالها فترة، ممكن تكون مكمكمة. أوكي هفتحها وحنام فيها. جابر من فضلك طلع الشنط على فوق. سييا. سييو. والله العظيم منورانا. ثانك يو، ثانك يو فيري ماتش. مد يدك ما تنكسفيش، إيدي اللي طابخة بيدي. طب أنا بس عندي سؤال صغير قد كده. إيه البتاع الأخضر ده؟ ده فضلة خيرك ملوخية بالتجلية. طب ايه اللي بيمشي على وشها ده؟ ما هي ده التجلية. بصي سيبك من الملوخية والحاجات دي، خش بشربة الكوارع دي وانتي هتدعيلي. شربة ايه؟ الكوارع. يعني ايه كوارع؟ يعني رجلين العجل. ايه الحاجات الغريبة اللي بتاكلوها دي؟ طيب نستأذن احنا بقى، فضل. تستأذنوا رايحين فين؟ انتوا مش هتاكلوا معانا ولا ايه؟ ياكلوا معانا كيف يعني؟ عندهم البيوت يروحوا يتنيل ياكلوا فيها. لا لازم ياكلوا معانا. اقعد يا جابر. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. وانت اسمك ايه؟ خدامك فزاع. تعالى يا فزاع اقعد هنا جنبي. اقعد يا كبير. بتسال مين؟ انا على ما قلت تقعد جنبي يعني تقعد جنبي على طول. امر جنابك. ملوخية ولا كوارع ولا جيب لك كشك؟ لا انا هاكل من الحاجة دي اللي عندك كبير. دي فراخ يا كبير؟ ايوه فراخ. امال بطريق؟ طب ممكن تديني منها؟ ماشي. ايه ده انت هتجيبها بايدك؟ ولا اجيبها برجلي؟ انت محدش علمك تاكل ازاي ولا ايه؟ امال عايش كيف لحد دلوقتي؟ عدتني توز؟ علموك تاكل بايدك؟ امال ربنا خلق لي يدين ليه؟ ما عشان اطش بيهم واكل بيهم. اللي بياكل بايده ده مش بني ادم، ده حيوان. اسمع يا ست انتي، انا ماسك نفسي عنك بالعافيه قسما بالله. ده يا حيوان يا قليل الادب يا مش متربي.
ازاي تكلمني بالاسلوب ده؟ انا مامتك ولما تكلمني لازم تكلمني باحترام، فاهم؟ ما هو يعني؟ ما هو يا ولد؟ ما انا طول عمري عم باكل بيدي. عشان حيوان من هنا ورايح لازم هتاكل بالشوكة والسكين. ما عارف زي تتعلم بعد ما شابوا ده الكتاب. هتكبر عليا ولا ايه يا ولد؟ انا قلت خلاص من هنا ورايح الاكل بالشوكة والسكينة، فاهم؟ ده ظلم، وعلى فكرة انا ما صفحش. اقدح يا حماتي، اتقومه من على الوكل زعلان. احسن، ما هو لما يقرص الجوع هيجي ياكل لوحده. حجي حجي سمنتي، هي راحت فين دي؟ هي مين يا كبير؟ امي. الحجة سمنتي. والدة جنابك طلعت من نجمة راحت تعمل كروزة في البلد. وكيف تعملها تطلع لحالها يا جحش انت؟ باي ما جنابك قلت لي مبارح ما هوبتنا وحيها واصل. برضه قل لي ما جنابك كنت نعسان. صحيني يا فكاكة يا منجم من الفضايح يا رب، تعال ادلة تكون بتاخد تان على الترعه. هتاخده من على الترعه ليه؟ ما كنت بعتت لي جبت لها يا جحش. تان ده يعني لون برونزاج، عيده له زيت ويتميص. تعال تعال تعال. اهدى، البلد اجازه النهارده ولا ايه؟ لا يا كبير. امال الناس راحت فين؟ سلام عليكم. وعندك واحد شاي وصلحه. هاي كوكي. بلاش كوكي دي ليه يعني؟ انت ماي بيبي بدلعك. معلاش معلاش، نبقى نتكلم في البيت. يلا قومي. نتكلم هنا؟ انا مش هروح دلوقتي. احب على يدك، ما ينفعش القعده دي. ليه يعني؟ المكان ده بيقعد فيه رجاله بس، ما بتقعدش فيه حرمه. اسمها ست مش حرمه. وبعدين كل واحد حر يقعد في الحته اللي تعجبه ويعمل الحاجه اللي تعجبه. بس فروتس وقتها ما تجحش. بس يا ست الناس، رجال احدانا في البلد عينيهم يتدب فيها رصاصه، وما يصحش يعني حد يبص لك بصه كده ولا كده. انت شايف كده؟ ايوه. اوكي زوير. ايوه أؤمر يا ست الناس. الحساب بتاعي بعد إذنك. حساب إيه يا ست الكل؟ ده أنت أمه الغالي. إزيك يا هدية؟ الحمد لله يا حماتي. هو كبير فين؟ مش موجود. أجيب لك تاكلة ولا تدقزي لب؟ وأنت يا حبيبتي ما بتتكلميش على أي حاجة غير الأكل؟ لا قوليلي يا هدية، هو الستات عندكم في البلد دي كلهم زي كده؟ زيك ده كيف يعني؟ أصل أنا عملت تور في البلد ما شفتش ولا ست. أصل الستات حدانا ما بيتشافوش، بيتسمع عنيهم بس. يعني يمين أنهم كلهم لابسين أسود في أسود كده ومغطين شعرهم. أمال إيه يا حجة، مش ستات؟ لا طبعاً مش ستات، دي ستات. بصي لا دي مغنوتية. المغنوتية دي بنتي، مش ليها نوع؟ دي ست وست زي القمر. قصدك يا حماتي ان انا عفشه؟ لا يا حبيبتي، ده انت حلوه وزي القمر، بس مغطيه على حلاوتك بالحاجات دي كلها. من هون داي كل ده. بصي يا حبيبتي، الست لازم تتحس انها ست. ان ما تشافتش تتعرف من ريحتها. طب ده انا بحط ماء تواليت. ماء تواليت. يا حبيبتي مرتبني لازم تبقى ستايل. واو، لازم تبقى واو. تقدري تقولي لي عملت شعرك اخر مره امتى؟ لا معلش يا حماتي، كله الا شعري، ده انا بسرحه كل يوم، واسبوعي اروح اجيب لبخه من عند العطار، ما تلقيهاش غير عند عطار المزاريطه بس، فيها جاز وزيت زيتون وزبل حمام. زبل حمام؟ يعني ايه زبل حمام؟ يعني فضلات الحمام يا حماتي. اوه ياكي، اوكي جوت ات. يلا سيبي اللي في ايدك ده وتعالي معايا. على فين؟ تعالي. على فين يا حماتي؟ موسيقى
حج عويس، ما ينفعش الا يوم الخميس. قبل كده الدوار كله يكون مقلوب. لا 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 لا، الدنيا مقلوبه عندي وعاوزه تتظبط. دقيقه واحده. Can I help you؟ ها؟ You are friend Samantha؟ أمريكا. حج عويس، بقول لك إيه؟ لا بكرة إيه؟ ما ينفعش بكرة يا عمي، ما ينفعش بكرة. خلاص بكرة بكرة. سلام دلوقتي. بقول لك، Do you speak Arabic؟ I am الكبير the king of the Awis and the مزاريطي. Do you want to see ترعة؟ مانجو، غطان مانجا فاضية، ما تدري نروح هناك ونزيطه يا كبير. ماي وايف. بسرعة بسرعة، قوام قوام. يور نمبر يور نمبر ان كول مي باك يا كبير. بسرعة قبل ما العقة تأتي. إيه يا كبير. هدي إيه؟ استري نفسك يا ولي، استري نفسك، استري نفسك يا باد. أنا ماليش صالح، الحجة سمنتها هي اللي عملت فيا كده وقالت لي لازم تبقى حلوة عشان تعجب الكبير. ما أنا متنيل معجب بيكي، اتجوزتك ليه هنا؟ اتجوزتك ليه؟ الحاجات اللي حتحقطها علينا مريكة، شاطئ العراء وتاتوهات وحاجات من دي. يا بنت أنت كيف البقرة جارينك بصريمة؟ ما فيش مخ. خذي من ثقافتهم اللي يناسب ثقافتك كفتاة عربية. في فتاة عربية تقعد بقميص نوم في الدوار؟ ما فيش حد هنا يا كبير، كلهم برا. بركيه. ما هي الحجة سمنطة الله يكرمها خذتهم كلهم عشان يروق لنا الجو أنا وإنت. يعني الدوار فاضي خالص؟ أيوة يا كبير. خالص مالص ها؟ خالص مالص. زين، الواحد كده يقدر يتابع سبيس تون برواقه. واه مساعدة الفنانين يا كبير. يا جماعة يا جماعة، ود ود في إيه؟ كلنا نتكلم في نفس واحد ما نسمعوش بعضينا. شوف يا كبير، امر يا حج عويس. خلاصة الموضوع، انت عندك ضيوف ولا ايه؟ هاي انا اسمي سامانثا، انت اسمك ايه؟ طب انت؟ وانت؟ اوه ايه شنب الجميل. اوه ايه كوكي، هما مش بيتكلموا ليه؟ ها ايه الاخبارات؟ What's up؟ Anyway، بص أنا لازم أطلع فوق عشان أعمل الشنط بتاعتي عشان أنا همشي. باي. ضيفة عندينا، ضيفة سجوني، العمدة الجديد أخوي، جت من أمريكا ونظام هاي وباي والحاجات دي. هذه آخرة الحاجات اللي هتعقطها علينا أمريكا. والله اليومين اللي انت قضيتيهم معانا يا ست سمنتة فاتوا هوا، يا ريت تعاودي تاني. ثانك يو جابر، ثانك يو سو ماتش. حقيقي انا انبسطت في اليومين دول قوي، بس انا مش عارفه هرجع مصر تاني امتى. طب انا هتدلى عشان اطلع شنط حضرتك من اوضه الكبير قوي. عن اذن حضرتك يا ست سمنتة. سام، انت لسه فاضلك يومين على ميعاد الطياره من شارم. في اليومين دول انا هعمل تور في شارم، أنا عمري ما شفتها وبيقولوا عليها حلوة قوي. مع السلامة يا حماد. هدية، أنا قصداك في حاجة كده. إيه يا حبيبتي؟ أمانة ما تزعلي من الكبير، هو قلبه طيب وبيحبك قوي، بس هو ما يرضاش يقول. أنا عارفة، I know. إنما إيه اللي لبسك كده تاني؟ ما حوقش معاه وحلف عليا لو شافني لابسة كده تاني هيطلقني. غبي. Anyway، أنا هبقى معاكي على النت على طول وهقولك تتصرفي معاه إزاي. ماشي. هتوحشينا يا سام. وانتو كمان هتوحشوني حبايبي. جوني. ماما، لحظات الوداع دي بتبهدلني. طول عمرك سنسيتيف وايموشنال يا ما بيبي. I love you ماما. I love you too. Take care. سام. نزل ايدك يا حيوان، انت هتصاحبني ولا ايه؟ وبقولك ايه؟ اياك تمد ايدك على الشوكليتس اللي انا جايباها لجوني. انت فاهم؟ مع السلامة يا حماتي، ربنا يستر طريقك. باي باي اول. باي باي. وي لاف يو. اي لاف يو تو. واحنا مش هندفع اكتر من كده ولا ايه يا رجاله؟ صح يا عويس. يعني خلاصه الموضوع يا كبير،
ان احنا دلوقتي كوكي تعالى سلم عليا علشان انا ماشيه خلاص. قوم سلم عليا. مع السلامه يا حاج، مع السلامه. ايه ده، ما فيش حضن لمامتك حبيبتك؟ معقوله يا كوكي مامتك مش هتوحشك؟ اوه حبيبي، باي باي، هتوحشني خالص خالص خالص. وانت كمان يا حد، فامان الله فامان الله. سي يو جايز. بينا يا رجاله. حد عويس في ايه يا حد عويس؟ احنا حنقول لك في ايه، انت خابر زين في ايه. طب والعقد والغدا؟ عقد ايه؟ سلام عليكم. بينا يا رجاله. يا حد عويس والله العظيم. طب يا حج عويس وانا مالي؟ هو في حد برضك اللي اختار امه؟ طب تصدق وتؤمن بيه؟ قول لا اله الا الله يا شيخ. الست دي اول مره اشوفها في حياتي. طب عشان خاطر انتمك الكبير قوي الله يرحمه، اديني فرصه وانا اشرح لك كل حاجه. ميته بعد بكره على قولتك. ده انت تنور وتانس. سلام عليكم. سلام عليكم. كوكي مين ده؟ ده جوزي حمادة السياحة، وفلوسي مرتاحة، صاحب شركة طرز في الشرم والغردقة. حليب قلبي.